أما بعد، معاشر المسلمين، ألا وإن من الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذه العشر هو أن يحرص العبد المسلم على تلاوة كتاب الله جل وعلا، فإننا قد هجرنا القرآن ولا يجادل في ذلك أحدا. أسألك بالله، هل تلوت كتاب الله من بعد خروج رمضان؟ وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عباد الله، قرأنا كل شيء، تصفحنا كل شيء، ملأنا أعيننا بكل شيء إلا بكتاب الله جل وعلا، فإننا نعجز عن قراءته. كلنا يقرأ، كلنا يقرأ، وكلنا يفهم، وكلنا يعقل، ولكن التوفيق بيد الله. ألا إن من الصالحين من بلغني عنهم أنه بعد رمضان يختم في كل أسبوع ختمة. ألا إن من المقربين من بلغني عنهم أنه يختم بعد رمضان في كل 7 أيام أو في كل 10 أيام. الله أكبر! إنه والله اصطفاء من الله، إنه اصطفاء من الله، يصطفي به من يشاء من عباده. كم قرأت عبد الله من رسائل الجوال، أو كم تقرأ في يومك، وكم تتصفح في ليلتك؟ إن هذا دليل على بعدك عن كتاب الله جل وعلا. ولو أراد الله بك خيرا، لو أراد الله بك خيرا لأشغلك بهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.